مشاهدينا، اهلا بيكم معانا في محطتنا عن الصحافه والدنيا فيها ايه. الحقيقه محطه من المحطات المهمه جدا بنقف عندها في صباح كل يوم عشان نشوف اهم ما ورد في جرائد او عناوين جرائد اليوم، سواء منشطات عريضه سواء احداث مهمه بنناقشها. والحقيقه مهمه قوي يكون معانا ايضا المتخصصين في مجال الصحافه. معانا مشرفنا النهارده استاذ حسين متولي، اهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا بيك استاذ مايكل، كل عام وحضرتك طيب ودايما في احسن حال يا رب. كل سنه وحضرتك طيب طبعا، سنه جديده ويا رب تكون سعيده وكل احداثها ايجابيه. كنا احسن من الفاتحه كتير يعني. يا رب يا رب 2019 تكون فعلا جايبه لنا كل شيء. النيات بقى العمر بيجري معاها يعني شويه. عظيم. استاذ حسين، يمكن يعني اخبار النهارده بيتصدرها كثير من التهنئه باعياد الميلاد والسنه الجديده وما الى ذلك. خليني ابدا مع حضرتك بالخبر الاول، وخبرنا الاول عن الوطن. تهنئة الميلاد من السيسي للمسيح الخارج، أتمنى النجاح لكم والاستقرار لمصر الإنجيلية. كنيسة الإنجيلية طبعا تشكر الرئيس لتقنين أوضاع 627 كنيسة، والأرثوذكسية توزع دعوات قداس الغد. طبعا عندنا سعيد الميلاد، وطبعا نشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعايدته على المسيحيين وأيضا بالخارج. يعني هي شكر القيادة السياسية أو تهنئة القيادة السياسية عموما للشعب المصري هي تأدية للحق، يعني تأدية للحق وللواجب الدستوري، وتعبيرا عن دور هذه القيادة في دعم وحماية حقوق كل مواطن بالتأكيد. فهي ليست تهنئة بروتوكولية بالمرة، ولكن هي بالضرورة تعبير عن المسؤولية عن هذا الشعب. كل سنة وكل مسيحي مصر يا رب بخير. لفت نظري في العناوين شوية تهنئة مسيحي الخارج، ويمكن ده ما اتكررش كتير في عناوين سابقة في السنوات السابقة فيما يتعلق بتوجيه الرسالة بشكل أو بآخر. يعني لأنه طبعا يعني مسيحي المصريين في الخارج الحقيقة خلال الأربع سنوات الأخيرة كمان كان ليهم دور كبير جدا جدا في توصيل رسالة واضحة للعالم فيما يتعلق بالوضع في مصر، رغم كل الظروف السيئة اللي مرت بها البلد مع أحداث وربما عمليات أيضا إرهابية طالت كتير من الإخوة المسيحيين بجانب المسلمين. ومن هنا تأتي تهنئة الرئيس ليهم باعتبار أنه هؤلاء كان لهم دور كبير في التعبير عن الحالة الجديدة التي تعيشها مصر مع ما بعد 30/6. فكرة الحديث عن تقنين أوضاع 627 كنيسة ده كان يرجعنا لما قبل 2010-2011 والمناداة بقانون جديد موحد لدور العبادة. وهذه المسألة لابد أن تكون على مستوى الواقعي في صورة تشريع ينتهي معه كل أزمات أهل الأديان، ما بنقولش مسلمين ومسيحيين يعني. صحيح. بشكل واضح. وبالتالي الخطوة أو الإجراء اللي اتاخد ده خلال الفترة الأخيرة ما بين تقنين أوضاع كنائس، وكانت مشكلات كتير تثار حوالين بعض دور العبادة للإخوة المسيحيين اللي كان بينشأ عليها على خلفيتها مشاكل مجتمعية في أماكن تفتقر للثقافة، تفتقر للتنمية وخلافه، وكنا بنشوف فيها مشاهد مش كويسة. بالتأكيد القرار ده قرار مهم جدا وجاي في توقيت ليدعم الحق في حرية العبادة، يعني حرية العبادة. فدي هي اللفتة اللي موجودة في العنوان الحقيقة اللي ممكن أعلق عليها فيما يتعلق بهذا الرقم المهم. يعني أشكرك. خبر آخر، ويمكن ده خبر يخوف كل المصريين أو الشعب بشكل عام، إن فلوسنا لما بنوديها البنوك بتروح فين. خليني أخذ الخبر ده معاك عن يوم السابع، يقول لا صحة للحجز على أموال المودعين بالبنوك لسداد عجز الموازنة. يعني حد يودع رأس ماله أو فلوسه ممكن ده يكون بياخدوه الدولة لسد عجز الموازنة. دي طبعا جملة في منتهى الخطورة. الحكومة ترد على شائعات العام الجديد، كبسولات الإمبلانون آمنة ولا زيادة لجمارك مستلزمات السيارات.
ده بالنسبة طبعا السوق العام للأدوية أو للسيارات هو الشائعات الحقيقة يعني عموما. مصر مستهدفة بيها، كمل من بشكل شفنا في 2018 ما يقرب من حوالي 21 ألف شائعة في النصف الأول من 2018 طبقا لتقديرات مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والردود الفورية والسريعة على هذه الشائعات. وحديث الرئيس نفسه في أحد المؤتمرات حوالين تأثير هذه الشائعات على الاقتصاد المصري واستهداف هذه الشائعات لهذا الاقتصاد، يعني كبسولات الإمبلانون دي اللي بتستخدم في برامج تنظيم الأسرة في الوحدات الصحية، وتم ترويج شائعا أنها فاسدة وأنها بتسبب العقم، ووزارة الصحة نفت ده ونقل مركز المعلومات هذا النفي بشكل واضح. الحديث أيضا عن زيادة جمارك مستلزمات السيارات جه في إطار الحديث عن محاولة تعويض الفائد من رفع الجمارك عن السيارات اللي هي اللي جاية من الخارج اللي هي الأوروبية تحديدا يعني. وبالتالي كانت الشائعة تستهدف بشكل أو بآخر توجيه أن الحكومة هي حكومة جباية عايزة تتعوض الفارق اللي هو ما بين الجمارك هنا على السيارات في صورة مستلزمات السيارات اللي هي قطع الغيار والإكسسوار وخلافه يعني. وبالتالي كمان أيضا الشائعات دي كانت من مصادر بائعي السيارات نفسهم، سواء محلات بيع أو ما إلى ذلك، لأن كانوا عايزين يبيعوا في 2018. الناس توقفت عن شراء السيارات في 2018 على أمل أن 2019 هتطبق رفع الجمارك. وبنشوف ده حتى في السلع الغذائية، يعني موسم الاستهلاك الكبير اللي هو بيكون مثلا شهر رمضان عند المسلمين، اعياد الاقباط في 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 يناير او في نهايات ديسمبر ولا حاجه، بنشوف اسعار سلع بعينها هي اللي بتزيد بشكل مفتعل بشكل كبير جدا. وده اللي يدعونا الحقيقه الى انه يكون في دور رقابي للدوله على الاقتصاد، مش مجرد متابع ولكن مراقب لحركه الاقتصاد. نفس الحال انطبق على موضوع اموال المودعين في البنوك اللي هي الحسابات الجاريه والادخاريه، واللي ممكن يكون عليها تعامل لكن ممنوع اجتزائها بشكل كلي، ودي شائعه طبعا سخيفه جدا الحقيقه، لان ما فيش اي حد عنده مشكله فيما يتعلق باي حسابات بالمره داخل البنوك حتى الان، ولم ترد اي شكوى بالمره لاي جهه تتعلق بهذا الامر يعني. خبرنا الثالث عن الحكومه وبرامج الحكومه طبعا لحياه كريمه للمواطنين. خلينا ناخذ حضرتك الخبر ده عن المصري اليوم. الحكومه تبدا تحويل حياه كريمه الى خطه عمل، يعني اصبح في خطه لتنفيذ أو للوصول إلى الحياة الكريمة للمواطن. التضامن تستهدف 100 قرية صغيرة ب 12 محافظة. ما هي الخطة اللي يمكن ابتدى العمل فيها؟ خلينا نقول برضو عشان الكلمات العريضة دي نفسرها أو نفهمها للمشاهدين بتوعنا. يعني بالأمس كان في اجتماع لوزير التضامن الاجتماعي مع عدد كبير من قيادات الجمعيات الأهلية وعدد كبير من المؤسسات اللي تشتغل في الدعم الاجتماعي للفئات الأقل دخلا أو الفئات المهمشة أو الفئات اللي هي مش واخدة استحقاقات اقتصادية على مستوى جيد يمكنها من حياة لائقة يعني. واتساقا مع دعوة الرئيس السيسي لتمكين هذه الفئات من خلال عمل جماعي مشترك، بدأ عدد كبير من المؤسسات على مستوى الدولة، الغرف التجارية بالمناسبة دخلت في الموضوع وبدأت تتكلم عن ده، أكتر من مؤسسات، رجال أعمال أيضا. هي المبادرة جيدة، لكن مبادرة الحقيقة مش في كل مرة محتاجين أنها تطلع الأول في صورة رسالة من الرئيس حتى تحرك أجهزة الدولة. يعني مسألة الحقيقة بتقوله كأن الرئيس بس هو اللي بيشتغل والباقي قاعد مستني الإشارة، ودي مسألة الحقيقة يعني محتاجين نراجعها شوية، لأنها نغمة بتقول دايما أنه في حاجة غلط في مفهوم الإدارة المصرية بشكل أو بآخر. التضامن تستهدف 100 قرية كخطوة أولى، وبتستهدف أيضا أو في مخصصات تقريبا مبدئية ممكن تصل لحوالي 2 مليار جنيه تمكن الوزارة من تنفيذ ده بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال وخلافه واتحادات صناعات وغرف تجارية وغيره. هذه المبادرة هي محاولة لعلاج الخلل الناتج عن تقصير البرلمان حتى الآن في إقرار تشريعات تحمي الهدف الثالث من الشعارات المطلبية لثورة 25 يناير و30/6، وهي العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية التي لم تتحقق، وأيضا لم يتحقق معها مطلب مهم جدا من سنة 2000 ومن سنة 97، وهو مطلب حد أدنى للأجور في مصر اللي صدر به حكم قضائي من إدارية العليا بإلزام الحكومة بتحديده، وللأسف الشديد لا هو تحدد ولا هو اتربط حتى بمؤشر التضخم السنوي اللي بيقره جهاز الإحصاء كل سنة. أشكرك. يعني طبعا زي ما حضرتك قلت، يعني لا تعليق على اللي حضرتك قلته، طبعا مظبوط فكرة ان يسبق الأعمال بعض الرسائل
يعني نتحمس أكتر أو نفرح أكتر لو حصل العمل وبعد كده قلنا الرسالة بعد ما العمل نفس. طبعا يعني هو فكرة أنه إحنا يبقى عندنا رئيس مش هيفرح لما تتنفذ إشاراته، ولكن يفرح أكتر لما يكون في أجهزة بتشتغل من هما من غير ما هو يقول بالزبط. يبقى في مسؤول عارف كويس قوي هو جاي ليه وعنده خطة وعنده برنامج وعنده رؤية وعنده موازنة خد فيها حصة وزارته عشان خاطر يعرف يشتغل بيها. أشكرك. طيب خبرنا اللي جاي الحقيقة هيكون عن أخبار اليوم، وهنا بنتكلم على المشروعات الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، إيه المشروعات اللي بيحصل فيها، وهنا عن الجانب الديني في العاصمة الإدارية. السيسي يفتتح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، حضور عالمي وعربي والرئيس الفلسطيني يشارك في الافتتاح. تعليق حقيقة على هذا الخبر بشكل خاص. يعني بكرة إن شاء الله يكون افتتاح أكبر مسجد وكاتدرائية في في أفريقيا كلها. دي رسالة لأنه مسجد وكنيسة مع بعض، أن مصر حالة خاصة وحالة فريدة فيما يتعلق بعلاقة أهل الأديان ببعضهم البعض. والحقيقة ده برضو ينتج عن وعد، كان يمكن الرئيس السيسي وعد قداسة البابا أن هيكون قداس عيد الميلاد المجيد أو ليلة عيد الميلاد هيكون في مقام في الكاتدرائية طبعا طبعا ده حتى حصل يعني في زيارة الرئيس حتى يشكر يعني من وده دي مسألة طبعا يعني مسألة مهمة وليها يعني ليها رمزية وليها تعبير عالي جدا جدا عند أهل الأديان، وأيضا رسالة للخارج فيما يتعلق بحالة الوحدة والمستقبل المشترك، لأن العاصمة الإدارية هي عنوان لمستقبل مشترك يتعلق أو مستقبل وطن يتعلق بما هو آتي. حضور عالمي وعربي، الرئيس الفلسطيني هيكون جاي، أبو مازن موجود، ويمكن تركيز العناوين الصحفية عليه باعتبار أنه القدس أيضا هي يعني مجمع الأديان الثاني أو الأقوى على مستوى العالم العربي فيما يتعلق برمزية وجود هذا الرئيس الفلسطيني المحترم يعني ومشاركته في افتتاح هذا الكيان يعني سواء كان المسجد أو الكنيسة. طيب يمكن خبرنا اللي جاي عن التعليم وما يوضع من امتحانات، خليني أخذ معاكم الخبر ده، الخبر عن مصر اليوم، وبيقول التعليم تضع مقترح جدول الامتحانات الثانوية القديم والقديمة عفوا ومقابلة مرشحي رئاسة الكنترولات خلال أيام عن الثانوية العامة والنظام والامتحانات، هذا هو الموضوع. بالفعل يعني احنا مستنيين في 8 يونيو اللي جاي ان شاء الله تبدا امتحانات الثانويه العامه، ده ميعاد مقترح لبدايه الجدول او انطلاق الامتحانات، موسم الامتحان بتاع الثانويه العامه. بدات الوزاره بالامس في وضع اعلان على موقع الكتروني الخاص بيها بيتحدث عن استقبال سي في بتاع كل الناس اللي هي ممكن تتقدم لوظيفه رؤساء الكنترولات، والحقيقه ان المهمه الاولى والأقوى ليهم هي مواجهة عملية تسريب امتحان الثانوية العامة اللي شهدتها السنوات الأخيرة، يمكن قلت السنة اللي فاتت شوية بعد ظاهرة شاومينج والحالات اللي كنا بنشوفها بشكل كبير ومحاولات حتى أجهزة أخرى زي بحث الإنترنت التعامل مع هذه التسريبات من خلال إجراءات قوية لحماية حق كل طالب في الحصول على درجته الحقيقية. يعني الأمر المهم في ده وهو أنه الوزارة طرحت فرصة أو منحت الفرصة لحالة مشاركة وحوار مجتمعي مع الطلاب أنفسهم من خلال طرح وجهة نظرهم على الموقع الإلكتروني للوزارة، ودي الحقيقة مسألة جديدة يعني يمكن وزير التعليم يتميز بها في ظل هذه الأجواء الصعبة اللي بيمر بها التعليم في مصر يعني. بشكرك. خليني أخذ معاك آخر خبر النهاردة معانا وهو عن المصري اليوم، زور أسماك نافقة في منطقة جديدة بالنيل في البحيرة، أخذ عينات من الأسماك ومياه النيل لتحليلها. هل ممكن ده يكون عرفوا أي معلومة عنه يعني إيه سمك يموت في حتة ما؟ هل في مشكلة في المياه؟ في قرية يعني ده ما تحددش عموما، لأن في لجنة من وزارة الصحة ووزارة البيئة أيضا راحت عشان خاطر تشتغل على هذه القضية، لكن كان الأهم في تفاصيل الخبر وهو أنه تم ضبط 60 طن من الأسماك النافقة قبل بيعها في الأسواق باعتبارها أنها غير صالحة للاستخدام الأدمي أو كده يعني.
فده هو الخبر الأهم في الموضوع. إيجابي وسلبي. حماية إيجابي طبعًا حماية المواطنين طبعًا من طبعًا أكل طبعًا أسماك الفاسدة. طبعًا طبعًا. الجانب السلبي طبعًا فكرة الضمير يعني اللي بيتحرك الـ الناس اللي هي بتشتغل في هذا السوق يعني. لكن الإجراء في حد ذاته يعني قطاع الأمن الاقتصادي في وزارة التموين الحقيقة يعني مشكورًا بالتعاون مع الجهات المعنية قدر يسيطر على الموقف بشكل كبير، وده المهم الحقيقة في هذا الموسم الخاص بطرح حتى هذه السلع الغذائية المهمة في هذا التوقيت. دي كانت آخر تقريبا أخبار النهاردة. دي كانت آخر خبر لينا مع حضرتك النهاردة أستاذ حسين. الحقيقة معنا تليفون أو مداخلة هاتفية ناخدها سريعا. معنا مهندس جوزيف عياد خبير المشورة الأسرية. أهلا بحضرتك معنا باشمهندس جوزيف. اهلا يا فندم، صباح الخير. صباح النور على حضرتك. والحقيقه يعني زي ما حضرتك شفت حتى من خلال اخبارنا على المعايدات والاجواء الحاره حتى بالتهاني والامنيات من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ايضا الى المسيحيين خارج مصر. الحقيقه النهارده موضوعنا مهم عن الاحتفالات بشكل عام. الحقيقه عايز اسالك سؤال سريع عن محدودي الدخل، ازاي النهارده لو في المواطنين البسطاء يحتفلوا ويبسطوا بالعيد زي ما اي حد ليه حق في هذا العيد بالاحتفال، سواء من اكل وشرب وايضا كسوه او لبس او هدوم لبس العيد الجديد اللي كنا بنفرح بيه، ازاي ممكن فعلا الولاد الصغيرين او الاسر البسيطه تقدر تعمل ده؟ اولا كل سنه ومصر كلها بخير. عيد الميلاد ده المجيد ده عيد طبعا لكل المصريين. احنا عايزين نتعلم من العيد الفرحه والبهجه. اولا ميلاد السيد المسيح في مزود البقر ده بيعلمنا التواضع، بيعلمنا المحبه، بيعلمنا حاجات كتير قوي مش هقولها كتير عشان نقدر نخش في سؤال حضرتك طبعا، اللي هو الخاص بالمسائل الاقتصاديه والفرحه في العيد. يعني عشان في ظل طبعا الظروف الاقتصاديه اللي حضرتك عارفها والغلو ممكن يكون الناس بتتاثر او عندها المشكله دي، فخلينا النهارده نفتح اول حاجه تعملها الاسره حتى الغنيه او الفقيره او اي اسره انها تحدد احتياجاتها في لسته مكتوبه علشان لما تنزل الاسواق وتشتري تبقى محددة طلباتها مسبقا وما تنسقش وراء العروض المغرية اللي تبقى موجودة في الأسواق وكده، وده بيأثر عليها وبيأثر على ميزانيتها لأنها ممكن تشتري حاجات أكتر من احتياجها وحاجات مش احتياج فيها وتأثر على ميزانيتها. يبقى لازم نقعد ونجلس ونحدد ميزانيتنا الأول، إحنا معانا كام وعايزين احتياجاتنا الفعلية. بالنسبة للأكل لازم نراجع المخزون اللي عندنا ايه في الثلاجات واللي موجود في البيت ونشتري الحاجات اللي هي محتاجينها فعلا. بالنسبه للملابس فقط. ايوه فندم. النواقص فقط يعني برضه النواقص فقط، لان ساعات الناس في العيد ممكن تبالغ شويه في اللحمه، تبالغ شويه في اشياء كتير ممكن تسبب لها مشاكل في الميزانيه وهي ما تكونش شديد ليها، يكون عندها منها يعني. بالنسبه للملابس برضه الواحد يجيب الملابس اللي هو محتاجها فقط، اللي يعني طبعا لازم نعمل ندي بهجه لاطفالنا واولادنا انهم يلبسوا حاجه جديده، بس ما تبقاش الحكايه يعني بتتسابى بدون ضوابط وروابط. يعني عندنا مثلا كتاب مقدس بيقول لنا في لوقا 14 السيد المسيح من منكم يريد ان يبني برجا يجلس اولا ويحسب النفقه. يعني لازم نجلس ونحسب النفقة، احنا معانا ايه وهنجيب ايه وظروفنا واحتياجاتنا. صحيح. ده ما يمنعناش ان احنا نفرح ونستمتع وكل شيء، بس في حدود الامكانيات المتاحة لينا. بشكرك جدا باشمهندس جوزيف، يعني طبعا كلام مهم وجيد حتى نحن نفكر بيه لنفسنا. العيد هو الفرح والسلام اللي بيعم كل الاسر وكل الاصدقاء والتجمعات الحياة اللي الناس بتعيش فيها، مش هو معناه المادي الحرفي ان احنا لازم نجيب كل حاجه جديده. كنا يعني ساعات نهتم بادق التفاصيل، ودي روشته مهمه الحقيقه منه الحقيقه فيما يتعلق بفكره ثقافه الشراء عند المصريين. انت نازل عشان ايه؟
لكنها مش الشراء اللي بيتولد عند المشتري لحظة ما يشوف حاجات وهمية، تنزيلات على ملابس، تنزيلات على سلع، تنزيلات على أدوات أو غيره. سليم التسويق موجودة الحقيقة بتكون مغرية جدا، لدرجة أنه بقينا نشوف المولات الكبيرة والهايبرات والحاجات دي بتلتهم اللي في جيوب المصريين بغض النظر عن حساباتهم للمستقبل عاملة إزاي. حتى قادرين الحقيقة يعني الأسلوب نفسه أو التعامل نفسه في الموضوع ده مش صحيح. إحنا نشتري حتى يمكن الخارج علمنا ده، سافر بره يمكن شراء الخضروات والفاكهه بتبقى بالقطع يعني طبعاً مش بالكيلو طبعاً. حتى الوزن عندهم ال بي مثلا مش الكيلو، يعني لو في حدود 300 جرام مش الكيلو اقل بكتير. صحيح. نشكر باشمهندس جوزيف طبعا عياد خبير مشروع اسريه لمداخلته، ويعني يمكن الرساله البسيطه اللي ادهنا النهارده نحاول نركز فيها ونحرص عليها في اوقات العيد والاوقات الجميله اللي احنا بنعيشها الايام دي. بشكرك جدا ايضا استاذ حسين متولي كاتب الصحفي لتشريفك لينا، تحليلك لاهم الاخبار والمشتتات اللي يمكن عرضناها. كل عام وحضرتك طيب والاخوه المسيحيين بخير ومصر كلها بخير يا رب، وعام جديد نتمناه افضل من اللي فات. نتمنى من كل مسؤول في مؤسسات الدوله انه يقوم بدوره بجد، نتمنى من البرلمان انه ينجز كل التشريعات العالقه للاسف الشديد بقى لها سنوات بدون النظر ليها او استعجالها، نتمنى من الحكومه انها تعي الدور اللي منوط بيه في تنفيذ أحلام وطموحات المصريين خلال الفترة اللي جاية. بشكرك مرة تانية. مشاهدينا خلصت محطتنا عن الدنيا فيها ايه واخبار اليوم، لكن لسه عندنا فقرة ومحطة أخيرة في صباح النور هذا اليوم عن الطقس وألحان عيد أو قداس عيد الميلاد المجيد اللي يمكن معظمنا إن شاء الله بكرة هيحضره، نتعلم أكتر عنه وعن طقس وألحانه. خليكم معنا في الفقرة القادمة.